أنا عندك مشروع مع رائع راحل وحيد حامد، الصحبة الحلوة. هل هو بينتمي لنفس الفكرة بتاعتك دي ولا هو حاجة تانية؟ لانه في مشاعر قوي ما بين شخصين متناقضين مختلفين. تماما، وفي في المشاعر دي. ممكن طب أخبار المشروع ده ايه؟ كسل، بس كسل ليه؟ مش عارفه يعني، يعني يمكن انا كسل منك اتحمست. ولا إنتاج؟ لا ما جربتش قوي يعني، بتبقى في اخبار وناس بتقول لي يلا نعمله، بس يمكن ما جربتش فعليا ان انا اسعى للمشروع ده. ليه ده كان المفروض دكتور يحيى الفخراني، وكنت بتشوفوا حد تاني البطل التاني معاه يعني، وكان كل الناس مستعده يعني، مستعده، بس وكان في الاسم اخبار وحيد ان في حامد محمد سعد كمان. ويعني طيب كتير. انا بتهيألي المشكله عندك انت، ممكن ده مش ممكن، ده اكيد لا وارد. لازم. طب يحيى الخوف برضو يعني، بصي يمكن لو هو كان موجود كمان كنت احس ماليش دعوه بقى نعمل كده بقى يعني، يمكن الخوف ان انا ابقى شايله الاسم ده لوحدي. ممكن لا بطلي تردد وبطلي خوف، انت قدها وقدود. الدكتور يحيى الفخراني ازاي اقنعتيني يبقى بطل اول فيلم انت بتخرجيه؟ يعني، كنت جوايا وانا بيكلمني كده جوايا، هو اللي خسران لو ما عملوش، فاهمه الاحساس ده؟ ايوه ده حلو على فكره، وطبعا غرور خوف غرور وحماس البدايات ده هو احلى حاجه في الدنيا. ده حقيقي، وببقى بقول لك نفسي يرجع لي ده وهو موجود الحمد لله، انه دايما ده بحاول ما افقدوش. وبجد اللي بيفقد الروح دي خلاص ده يعني. صحيح. وبفكر في مخرجين كتير قوي كبار اما كبروا، كانت اخر افلامها مش حلوه خالص بصراحه، وكنت دايما بلاقي لهم العذر، وبحاول انا بتفرج على الفيلم اقول لا اكيد كان قصده حاجه، بس تعالي كده في اسماء كبيره ما تتوقعيش تعمل كده وتعملها، فدايما بخاف من الحته دي، فبحاول بقول الحق عارفه قبل ما يحصل ده، لانه بجد بتزهقي بتتعبي، بيبقى طاقتك مش موجوده، فالحفاظ على الروح دي لازم يبقى موجود دايما يعني، واحد ينتبه لده، فدايما بفكر لازم ما انتبه الحته دي، عشان كده تلاقي يوسف شاهين دايما هو جو، هو الراجل الولد الصغير اللي بيجري في اللوكيشن. يعني دهشة الطفولة وحماس الطفولة انت محتفظة بيه، ويوسف شاهين كان بحاول محتفظ بيه. بحاول لان انت بصي يا ساندرا، انت افلامك كلها كتجارية افلام ناجحة جدا، فانت ليه طول ايوه الوقت ليه عندك مخاوف مش يعني؟ عارف، روح للدكتور نفسي ما اعرفش، مخاوف، عايزه اعمل حاجه حلوه قوي صح قوي 100%، وبعدين كل لما القعده تطول اقول ايه ده 10 سنين، لا لازم اللي جاي يبقى اقوى، فاهمه؟ عشان كده بقول بجرب في القصير، قال يعني محدش هياخد باله، بس بياخدوا باله. لا بس يعني انت اللياقه موجوده، لان انت بتشتغل يعني، انت ما بتعمليش حاجه كبيره بس انت منفعله ومتفاعله. يعني عايزه اقول لك كمان، يمكن مناسبه حلوه، بعد بكره في مهرجان الافلام القصيره في اسكندريه، فقالوا لي ابقى رئيس لجنه التحكيم، مبسوطه جدا وهعملها، ونفسي قوي الناس تتفرج، لان بدايتي كان فيلم قصير اللي هو المشروع، عملت الفيلم القصير الاخير ده، وهو من المهرجانات المهمه جدا بتاعت الافلام القصيره زي الاسماعيليه، المشروع ده كان اللي هو فيلم التخرج. مشروعي بالظبط فيلم التخرج.